ميس وداد، ميس وداد. خير يا سند؟ لهو انت ما عرفتيش؟ لا ما عرفتش. لهو انت ما دريتيش؟ لا ما دريتش. لهو انت ما لهنا ما ايه؟ ما تنطق، اتكلم. مش قادر يا ميس، مش قادر. ولد اوعى تعملها هنا، روح على الحمام بسرعه. لا لا مش قصدي، انا مكسوف، مكسوف. خضتني، مكسوف من ايه يا ولد؟ اتكلم. مش قادر اقولك. لا 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 تلاتة لا تلاتة لا لا. يبقى كده الموضوع مهم جدا، اتكلم يا ولد. مس وداد، انا مش لاقي فصلي. لا مش لاقي فصلك يا فصله يا ناس، هاتوله فصله. انت فين يا فصله؟ ايه اتشال من مكانه فصله؟ لا يا ميس، مش قصدي فصلي فصلي، انا قصدي زمايلي اللي في الفصل مش لاقيهم. يندعقوا يعني؟ انت حاطط صوابعك في الكهرباء وزمايلك ولا على بالهم؟ شفت بقى يا ميس، اقول لك هما فين. تعال اقول لك هما فين. ايوه ماشي ماشي يا علي يا نور. التكاوي بتاعتك دي خلتك ما بتفكرش في اي حاجه ولا في مستقبل الغلابه دول. اخس. يلا يا استاذ كامل، يلا اخس عليك، اخس 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 عليك، اخس. انت هتحلها لي؟ كنت بتقول ايه؟ اشرب ايه يا سيدي؟ اشرب شاي خفيف بس. حفظوا الكلام، اشرب شاي خفيف ومعاها بقسماطه وتلاقي نفسك شيك وماشي اخر غلطه. لا اخس عليك، انا كنت فاكرك فنان محترم، وكنت فاكر ان انت هتطربني وتساعدني، لما مع الاسف طلعت مسخره. انت عار على مدرسه الاستاذ بسكليتا. يا استاذ بسكليتا ما تتنفخش قوي كده، اقعد اشرب حاجه. انا شربت. هشرب ايه اكتر من اللي شربته؟ اخص عليك، اخص. اشرب شاي خفيف. بس انت عارف يا استاذ عبد العظيم، انت انا مش عبد العظيم. انت كفيفه يا مدام، استاذ عبد العظيم اهو. اسف يا جماعه. عارف يا استاذ عبد العظيم حتى بالنضاره. مش انا اهو اهو. النية مش حلوة، لو النية كويسة كنت اخترتيني على طول. استاذ عبد العظيم اخص اخص عليك يا استاذ عبد العظيم اخص. انت اب؟ انت ولا اب ولا فنان. انت برجك ايه؟ برجك ايه؟ خلص. ايه اللي داخل البرج في برجك ايه؟ برج الاسد ومنيل. ايوه هو برج الاسد، هو برج الاسد اللي بيحب يعمل الحاجات الوحشة الكتير دي. ثانية بقى، برج الاسد مع نسبة 90%. 90%. سوري سوري يا استاذ عبد العظيم، سوري. انت مرتبطة؟ نعم يا اختي. هتعضك. خلاص خلاص، ما ينفعش ما ينفعش. يا بنتي استني بس، عملتي ايه في الامتحان؟ مش تمام. مش تمام؟ امال احنا نقول ايه بقى؟ ما تقلقوش، الحل من بعض. عن اذنك. الحل من بعض؟ اكيد حلت كويس. بتستعب مش عارف ايه اللي بيحصل لاولاد اليومين دول، مع ان الامتحان مباشر جدا. وساعات الامتحانات المباشره دي والاسئله السهله بتبقى صعبه قوي على الطالب المذاكر. معقوله؟ معقوله ايه؟ رفايده تسقط في امتحان الشهر؟
رفايده دي بنت متفوقه اللي بتطلع من الاول على طول. هي فعلا بقى لها فتره حالتها مش عجباني، بس مش لدرجه انها تسقط في امتحان الشهر. اكيد في اسباب ودوافع خليتها تسقط. ما دي مهمتك بقى يا مستر سامح. هي مش مهمتي لوحدي، دي مهمتنا كلنا يا جماعه. معظم درجاتكم فعلا احسن من الشهر اللي فات. سند 15 من 30 احسن شويه. شهست 18 من 30 احسن. هو حضرتك يعني شايف ان الدرجه دي كويسه يعني؟ طبعا انت المره اللي فاتت كنت جايبه 15 او 16 على ما اعتقد. ما فرقتش الا واحد بس، الاستاذ طبعا علي عبد العظيم بيه. لا تعليق. اتفضل يا استاذ علي. شكرا. شروات 22 من 30. برافو يا شروات. ميرسي يا مستر رشدي، هدعي لك على فكره. ناريمان 20 من 30، كنت متوقع تبقى احسن من كده، بس برافو. خساره، انا كنت متوقعه اجيب درجه اكبر من كده. رفايده، بعد الحصه دي تعالي لي في البريك اوضه المدرسين. نكمل شرح الدرس النهارده. ما انا لازم افهم ايه حكايتك بالظبط. مش عارفه ازاي ده حصل. لا لازم تعرفي ازاي واحده مجتهده زيك وبتطلع من الاوائل تسقط في امتحان الشهر. انت عندك مشاكل مع اهلك؟ لا الله، امال ايه الحكايه يا رفايده؟ الحكايه يا مستر ببساطه ان انا بطلت اذاكر لوحدي وبقيت اذاكر مذاكره جماعيه. ايوه مذاكره جماعيه، لعلمك المذاكره الجماعيه دي احسن حاجه. عموما بقى لما تبقى ام صاحبتك كده طبخ لها صينيه بطاطس وتنادي عليها يا ناني ايوه يا ماما خدي دي حطيها على البتاع، تروحوا انتوا واخدينها وقاعدين عليه، هتضربوا المنهج كله في قعده. خلاص يا عاشور مش وقته الكلام ده. ده هو ده عز وقت يا باشا. انت عارف يا استاذ رشدي زمان لما كنت بذاكر في البلد كنت مثلا يكون 50 في البيت، يكون عندنا خبيز 27 عيل قاعدين، العيش ما بيلحقش يطلع من الفرن يلف على العيال، كنا بنخلص بلاص عسل وبلاص مش فوق واحنا قاعدين، تلاقي العيال زي الصواريخ كده في الامتحان. عسل ومش ايه يا عاشور وهم بيذاكروا؟ بعدين بعدين طبعا المذاكره الجماعيه بتقعدوا تدردشوا وتتكلموا ومفيش مذاكره خالص، صح؟ عموما ده درس ليكي جت في مصلحتك انها بقت دلوقتي عشان ما تجيش اخر سنه وتسقطي. والله يا باشا احسن حاجه الدرس اللي انت بتقول عليه ده، ده انت لو عملت مصلحه في المدرسه دي دروس خصوصيه مستقبلك هيظبط كله. اعمل لي مصلحه، اعمل لك مصلحه، اديني مكوي اديك مروح. يا جماعه احنا بنستاهل الاول، مفيش حد فينا عنده دم يقعد على كتاب بس. لا لا لازم كفايه كده بقى، لازم نقعد نذاكر. انا شايفه بقى بصراحه ان احنا فضلنا نطنش 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 لغايه ما خدنا على قفانا، قعدنا نضحك ونهزر ونسيع وكان مفيش حاجه، واما جه وقت الجد مش عارفين نعمل حاجه اهو. طب ايه يعني هنقعد نندب حظنا كده يعني؟ ما تفكروا معايا هنعمل ايه في اللي جاي. بصوا بقى يا ولاد، احنا كل واحد فينا يذاكر لوحده، يعني من النهارده مفيش جروبس. والله انا وايد راي الاخت، ومن الاخر كده يا لؤي اللي كل واحد يذاكر على الجنب اللي يريحه، فاهمني؟ ايوه انا فهمتك. انا بقى شخصيا بحب اذاكر مثلا وانا بسمع ميوزك. لا فنان يا لؤي فعلا. يعني ينفع كده يا جدعان؟ ينفع كده بعد كل القفشات والخناقات اللي ما بيننا وبين الفريدم يحصل فينا كده؟ احنا ما استفدناش من المذاكره مع رفايده لان احنا ما كانش هدفنا المذاكره، احنا كان هدفنا اننا نتفوق على الفريدم. والله عندك حق، احنا بقى المفروض يا جماعه الايام اللي جايه نركز شويه بقى في المذاكره ونذاكر بجد. مش بس كده يا داليا، من دلوقتي احنا كلنا لازم ننسى اننا نذاكر مع بعض وكل واحد يذاكر لوحده. انت هتذاكر لوحدك؟ لا حاجه غريبه. ده اللي انا كنت خايفه منه، وياما حذرتك من تضييع وقتك في المذاكره الجماعيه ديت. انا غلطانه يا ماما اني ما سمعتش كلامك، كان لازم اغلط عشان اتعلم. عموما كويس ان ده حصل قبل امتحانات اخر السنه. كويس يا حبيبتي ان انت وصلتي للقناعه دي، بس انا واثقه كمان ان انت هترجعي احسن من الاول لو رجعتي للطريقه القديمه بتاعت المذاكره. اكيد يا ماما. عموما انا ولا هذاكر مع حد ولا هخلي حد يذاكر معايا. عارفين انا لما ذاكرت لوحدي بقيت احسن بكتير. وانا فعلا والله الاسبوع اللي فات خلصت فصل كامل. انت عارفين دلوقتي ان انا بقيت بعمل مراجعه على الفصل الثالث؟ يا سلام، يعني انا بقى الفاكس اللي فيكم. طب ايه رايكم انا هبتدي اذاكر من النهارده ولوحدي؟
ده آخر امتحان ليكم السنة دي قبل امتحان آخر السنة. عايزكم تهتموا بالامتحان ده جدا. اقروا السؤال كويس قبل ما تجاوبوا. يلا ربنا يوفقك. أنا ناوي يا رأي. ليه هو أنت في أسئلة ما جاوبتهاش؟ لا يا عم بالعكس أنا تقريبا جاوبت على كل الأسئلة. أمال في إيه؟ بس أنا متضايق شوية إن أنا سبت آخر جزئية في السؤال الرابع. أنا مش مصدق. الغريبة إن الشهر ده النتيجة زي الفل 100 100. أكيد في حاجة غلط. قصدك في حاجه صح يا استاذ سامح؟ العيال بعد ما قالت الحواوشي بتاعي بقوا زي الصواريخ في الاجابات. حواوشي ايه بس يا عاشور؟ بقول لك ايه، الامتحان كان سهل ولا ايه؟ امتحان عادي شامل كل المنهج كمان. يبقى هو الحواوشي بتاعي، كل حواوشي من عاشور تبقى في الذكاء مشهور. يبقى التغيير مش في الامتحان بقى، اكيد التغيير في تعاملك مع الطلبه. ولا في تعاملي مع الطلبه ولا حاجه، انا زي ما انا. بس الزمان هو اللي اتغير من وراك يا استاذ رشدي. العيال ممكن يكونوا اعتمدوا على ذكاء اللي جنبهم بالإضافة إلى حواوش عاشور. بقولك إيه عاشور، أنت متأكد من مفعول الحواوشي ده؟ أمال إيه؟ أنت مش شايفة النتيجة؟ طب ما تجيب لي 2 بقى. ليه؟ مش كتير عليكي؟ أنا أصلي بعمل دراسات عليا. عاشور إيه؟ 3 مرة واحدة ليه؟ بعمل ماجستير. أيوة كده، يا فرحة الميكروويف الجديد. عاشور أم تعالالي. أيوة يبقى هات لي بقى نص حواوش. نص مرة واحدة؟ عشان كده انت الوحيد اللي مقصر رقبتي في المدرسة. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ لا لا ايه؟ الآن حالة قلق، حالة قلق، مش قادر استحمل، مش قادر اصبر. يا معلم ايه خبر دلوقتي بفلوس؟ بعد ربع ساعة هيبقى ببلاش في حصة مستر رشدي. يا عم ايه المثل ده؟ اسمع المثل بتاعي، اسمعوا كلام داليا ومن غير تفكير، احنا نسيبنا من العلام ونسرح بجرجير. طب والنبي ما تشوف لنا مثل كده فيه مخلل عشان الشاورما. تعرفين كلكم ان النهارده هتكون اخر حصه لينا، هنحاول نعمل فيها مراجعه كده بسرعه على كل اللي اخدناه. على فكره انتوا امتحاناتكم الاخيره كانت كويسه جدا، كانت ممتازه وكانت مفاجاه بالنسبه لي، خصوصا بالنسبه للاستاذ علي عبد العظيم الشهير بعلي بينوم، لاول مره يطلع مصحصح. انا شايف ان انتوا كلكم كنتوا عند حسن ظني. عايزكم تشدوا حيلكم كمان عشان امتحان اخر سنه، عايزكم تجيبوا النتيجه النهائيه زي رفايده اللي بشكرها جدا من كل قلبي انها كانت مركزه ومصحصحه معانا. كامل القوصاف بعتلي وقال لي المدرسين يجولي، الظهر في حد فيكم عامل نصيبة سودة. اه يا عيني اه يا ليل. انا بجتمع بيكم يا اساتذه عشان نناقش قضية الدروس الخصوصية. ما بقتش قضية حضرتك، دي بقت مشكلة الدروس الخصوصية. عندك حق يا سامح، فعلا هي مشكلة كبيرة، بقت عاملة زي السرطان اللي استشرى في جسد المجتمع، ولازم كلنا نتكاتف للقضاء على هذه المشكلة. طبعا مشكلة الدروس الخصوصية مش هتتحل بين يوم وليلة، ولها أسباب عديدة مش مجال مناقشتها دلوقتي، إنما على الأقل أنا بناقش الأسباب الخاصة بيكوا أنتوا. خاصة بينا احنا سيادة المدير؟ ايوه، في مدرسين كتير في الهاي سكول بتدي دروس خصوصية يا استاذ. احنا بنجبرش حد يا سيادة المدير على انه ياخد عندنا دروس خصوصية. مش لازم موضوع الاجبار، ده في ناس كتيرة بتدي برضه دروس خصوصية، وحضرتك عارف الموضوع ده كويس جدا. تقصد ايه يا استاذ سامح؟ احنا بنجبرش حد على انه ياخد عندنا دروس خصوصية. اقصد ان بعض المدرسين بياخدوا الموضوع ده كتجارة، وانا ارفض الموضوع ده في مدرسة الهاي سكول نهائيا. والله عندك حق يا استاذ سامح، فعلا موضوع الدروس الخصوصية ده أصبح مرض، وعلى فكرة مش كل المدرسين بيتبعوا الأساليب دي، يعني عندك مستر سامح مثلا بيرفض إن هو يدي دروس خصوصية. طبعا طبعا يا مستر كامل، الكلام اللي ممكن أقوله في الدرس الخصوصي ممكن أقوله في الفصل. مظبوط،
وبعدين احنا في مدرسه اولياء الامور بيدفعوا فلوس كتير عشان ابنائهم يتعلموا، واحنا اخترنا اكفأ المدرسين، يبقى ما ينفعش كمان الطلاب ياخدوا دروس خصوصيه. زي ما قلت لحضرتك يا مستر كامل، احنا ما بنجبرش حد على انه ياخد عندنا دروس خصوصيه، بس اذا كان في طالب محتاج انه يحسن من الماده عنده فما فيش مانع ان احنا نديله درس. اه بس الكلام ده يكون خارج المدرسه، ده شأنك، انت حر تدي دروس خصوصيه زي ما انت عايز خارج المدرسه، انما كل اتفاق يتم داخل المدرسه ده ارفضه تماما. يا عم لؤي انا متوتر قوي من موضوع الفيزيكس ده، كده مجموعنا هينقص، ده انا يا دوبك جايب درجه النجاح في امتحان الشهر. طب ايه، مفيش حل ولا ايه؟ لا مفيش غير حل واحد، اننا ناخد درس. يا جماعه ما انتوا عارفين مستر كامل مش هيسيب المدرسين يقولنا. ايوه بس احنا ممكن ناخد درس عند اي مدرس برا المدرسه. وانت فاكر يعني ان الموضوع ده سهل؟ اولا كل المدرسين جداولهم مليانه كومبلي يعني، تاني حاجه فاضل شهر على الامتحان، يعني مفيش مدرس محترم هيقبل بينا يا جماعه. طب ايه الحل؟ ايه مش عارف، يبقى احنا كده ما قدمناش غير السنتر بقى اللي برا المدرسه، السنتر القريب ده من المدرسه ممكن نروح ونشوف اي مدرس فيه. اه ده حل، بس تفتكر هنلاقي مكان فاضي هناك؟ نروح ونسال. ايه ده يا ولد؟ جاي دي في الفيزيكس؟ دي درجة تجيبها يا واد يا إيهاب يا هبال أنت؟ هو أصل حضرتك مش فاهم، يعني هو أصل المادة دي حضرتك يعني تقيلة على قلبي شوية، وأنا يعني مش بقدرش أستوعبها كويس يا بابا. بلاش كلام فارغ، أنت لازم تتقدم وتبقى أول واحد في الفصل. يا بابا ما أنا حضرتك بتقدم وبتفوق في كل المواد، مش لازم يعني أتفوق في المادة دي حضرتك. لا لازم تبقى زي ابوك زي جدك. اظن حضرتك يعني هتقول لي اتخرج من شرطه. طب هتخرج ايه من شرطه بالمنظر ده؟ اتخرج بوكس يا بابا. يا بابا حضرتك يعني انا نفسي اكون نفسي يعني. يا ابني افهم، جدك كان حكم دار القاهره وابوك بقى مساعد وزير الداخليه، وانت مطلوب منك تكمل المشوار، فاهم؟ مش هقدر يا بابا، مش هقدر امشي غير في الطريق اللي انا بحبه، المزيكا وتريبيتيتي يعني، مش كده؟ نايس يا داد، هي المزيكا. يا هو حضرتك انا بحب المزيكا قوي، وخصوصا كمان الجيتار، بحس ان هو حضرتك يعني دراعي التالت والله. يا ابني جيتار ايه وزفت ايه، لازم تعرف ان دي انا جبتها لك عشان تلعب بيها وانت صغير، انما الشغل ده حاجه ثانيه. الطريق اللي بدأه جدك ومشي فيه ابوك انت لازم تكمله. انت لازم تاخد درس في الماده دي، انا هتصرف. هتصرف ولوكلك وكلام كتير ولا بيعمل اي حاجه، ابهات اخر زمن والله. اصل عدد الحصص ما بيكفيش الطلبه ان هم يفهموا المنهج. يزودوا عدد الحصص. المساله مش بالبساطه دي، المساله مرتبطه بنظم امتحانات ومنهج وزاره لازم يتنفذ. يعني ايه المشكله دي ملهاش حل؟ مفيش مشكله ملهاش حل، كل مشكله وليها حل، بس المسألة متوقفة على المشكلة وعلى الناس اللي عايزين يحلوا المشكلة. مفهوم مفهوم، الناس اللي عندهم مشكلة عندهم استعداد لأي حل، الفلوس آخر حاجة تفكر فيها. جميل، يبقى كده مفيش مشكلة، بس يا ترى مدى استعدادك لحل المشكلة إزاي يعني؟ ابني ده أنا ما عنديش غيره ومستعد أعمل أي حاجة علشانه. هو ضعيف جدا في مادة الفيزيكس، فياريت حضرتك توافق إنك تديله درس خصوصي في المادة دي. أيوه موافق، بس الكلام ده ما ينفعش هنا، لان مدير المدرسه محرج علينا ما نديش دروس خصوصيه للطلبه. انت حضرتك تاخد الكارت بتاعي وتكلمني في اي ميعاد حضرتك تكون فاضي فيه علشان نتفق. متشكر جدا يا مستر عزيز، استاذن لك. العفو يا باشا. السلام عليكم. اتفضل يا سياده اللواء، مع السلامه. ها مستر رمزي، عملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ 48 ونص من 5. موضوع ايه؟ يا اخي انت دايما تنسى كل حاجه، موضوع السنتر اللي كلمتك فيه. لا يا مستر عزيز، انا كفايه عليا الدروس الخصوصيه والمجموعات. يا سيدي ما حدش قال حاجه، بس الموضوع اللي انا بكلمك فيه موضوع مختلف تماما. يعني انت بحسبه بسيطه كده بتدي المجموعه لخمس طلاب، كل طالب بيدفع 50 جنيه، في 5
يعني بتعمل لك 1000 جنيه في اليوم، يعني 30,000 جنيه في الشهر. ايه يا مستر عزيز، ومن شر حاسد اذا حسد يا اخي. الله، الحمد لله على كل حال. احنا هننهب يا سيدي، ربنا يزيد ويبارك. انا ما بقولش ننهب، بس فيها ايه لو انت ممكن تكسب في يوم قد اللي بتكسبه في شهر. اه صحيح، فيها ايه؟ بس احنا كده هنبيع مخدرات. ولا مخدرات ولا حاجة. هو الموضوع عندنا في السنتر بيبقى ازاي؟ 300 طالب، وقول مثلا الحصة ب30 جنيه، 30 × 300 يعني 9,000 جنيه. قول انت مثلا في اليوم هتعمل لك 4 سناتر، 4 × 9 ب36,000 جنيه في اليوم، يعني اكتر من الاجر اللي انت بتاخده في شهر بالكامل. اه صحيح، 4 × 9 ب36. ده انت مذاكر بقى جدول الضرب يا مستر عزيز. انت بتتكلم جد؟ طبعا بتكلم جد، امال بهزر؟ ما انا حسبتها لك قدامك اهو. بقول لك ايه، انا محتاج مدرس ضروري عندي في السنتر يكون كفء زيك، وبصراحه مش هلاقي احسن من كده. فبقول لك ايه، عايزك تفكر بسرعه وترد عليا. اوكي، سلام. أربعة في تسعة بستة وتلاتين. الو، ايوه يا ناني. اسمعي، حجزت النهارده شاليه في الساحل الشمالي، انما ايه، جنان خالص. اه والله، دفعت 50,000 جنيه، ومفروض ادفع 10,000 جنيه لمده 5 سنين. طب باي باي دلوقتي، احسن عاوز يجيبها لي. ها، مساء الخير يا شهير. مساء النور يا حبيبي، رجعت بدري يعني. تعبان شويه. سلامتك يا حبيبي. حاسس بايه؟ شويه ارق. هقوم اريح شويه عشان عندي كام درس خصوصي كده. طب مش هتتغدى؟ لا، ماليش نفس. انت حبيبي. الو، ايوه يا سوسو، اسكتي، عندي مفاجاه ليكي. حجزت شاليه في الساحل الشمالي، انما ايه، جنان. وتعبت فقلت اريح حضرتك شويه يعني. من هنا ورايح مفيش راحه ومفيش زفت. ده كمان لا، عشان بعد كده ما يبقاش عندك غير المذاكره وبس. دفعت 50,000 جنيه مقدم لشريف الساحل الشمالي؟ ايوه يا رمزي، انا قلت لك الموضوع ده قبل كده، انت نسيت ولا ايه؟ لا يا هانم، ما نسيتش ما نسيتش. انت صح كلمتيني في موضوع الشريف ده، بس انا بقى تفتكري لما قلت لك نأجل الكلام في الموضوع ده شويه. بصراحه بقى يا حبيبي، انا لقيت موضوع الشريف ده فرصه، ده سعره جميل جدا، واقساطه كمان مريحه خالص. مريحه وجميل؟ القسط كام؟ حاجة بسيطة، 10,000 جنيه. 10,000 جنيه في السنة؟ يعني 800 جنيه كل شهر؟ لا يا حبيبي، 800 جنيه ايه، بقولك 10,000 جنيه كل شهر. 10,000 جنيه كل شهر؟ ليه؟ ايه يا رمزي، انت مش عايش في الدنيا ولا ايه؟ امال بقى لو عملنا زي اختي مشيرة، اشترت شاليه في الساحل الشمالي ودفعت 200,000 جنيه مقدم، وبتدفع 30,000 جنيه كل شهر. احنا مالنا ومال مشيرة؟ مالنا ومال مشيرة؟ مشيرة دي جوزها رجل أعمال، أنا مجرد مدرس، مدرس على قد حالي، ولا أنت نسيتي؟ لا ما نسيتش، وما نسيتش كمان الوعود اللي أنت وعدتها لي قبل الجواز. يا شهيرة، أنا هوفر لك الحياة الكريمة. يا شهيرة، أنا هحاول أسعدك بكل استطاعتي. يا شهيرة، أنا هوفر لك كل اللي أنت عايزاه. يا شهيرة، لا أنا ما تأخرتش. أنا بذلت كل اللي في جهدي عشان أعيشك في المستوى اللي كنت عايشاه. شقة في منطقة راقية،
عربية آخر موديل، فلوس في البنك، إيه المطلوب مني تاني؟ أروح المدرسة الصبح، أرجع من المدرسة أدرس الخصوصية، درس ورا درس ورا درس، بيتقطع نفسي في الدروس، وفي الآخر أرجع بعد نص الليل مهدود. كل ده ليه؟ عشان حقق طلبات الهالي. طلبات الهالي من اللي ما بتنتهيش. عايزة مني إيه تاني؟ أسرق؟ يا سلام، كل ده يا سيدي يعني علشان أنا طلبت إن أنا أشتري الشاليه اللي كنت بحلم بيه؟ يا ريت الشاليه أبو 50,000 جنيه اللي أنا محوشهم في 5 سنين. المشكلة محملاني صد 10,000 جنيه في الشهر. تقدري تقولي لي أجيبهم منين وإزاي؟ إلا إزاي دي؟ بالدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية؟ أيوة، لو بذلت مجهود أكتر شوية هتقدر تجيب قد اللي أنت بتجيبه 3 مرات. ما أنت مش على بالك، ما تعرفش الواحد بيتعب قد إيه في الدروس الخصوصية. أنا بتكلم مع مين؟ أنت مفيش فايدة في الكلام معاكي. مستر عزيز، ازيك يا مستر عزيز؟ اهلا، ازيك يا مستر رمزي؟ خير؟ يعني كنت كلمتني كده في موضوع السنتر والدروس الخصوصيه. ويا ترى بقى فكرت في الموضوع؟ يعني مفيش مانع اجرب. لا تجرب ايه يا مستر رمزي؟ احنا ما عندناش وقت للتجربه. انت يا تقول لي انك موافق دلوقتي ونتفق، يا تقول لي انك مش موافق واشوف حد غيرك. حد غيري؟ انت ازاي بتكلمني بالشكل ده؟ مستر عزيز، لاحظ انك انت اللي طلبت انا ادي في السنتر بتاعك، مش انا اللي طلبت. ما تفهمش كلامي غلط يا مستر رمزي، انا فعلا انا اللي طلبت منك وما زلت بطلب منك ده، لكن مش على سبيل التجربة انك تيجي تعمل معايا حصتين وتمشي. لا، انا هعمل اعلانات وهقول للطلبة، وطبعا الطلبة هتيجي لك علشان عارفين قدرتك وكفاءتك العلمية وكل دوت. ما ينفعش بعد كده تيجي تدي حصة ولا حصتين وتسيبني وتمشي. يا عزيز يا اخويا، حصة ولا حصتين ايه؟ انا اقصد اجرب السنة كلها معاك، لو عجبتني السنة دي اجرب السنين الجاية. خلاص، اذا كان على كده يبقى اتفقنا. يلا بقى نخش على التفاصيل. التفاصيل؟ ايوة، تقصد الجدول يعني؟ الجدول، وهتاخد كام في الحصة، وهتعمل ملازم ولا لا، وحاجات زي كده يعني. بالنسبة للجدول، انا هدي حصة حصتين في الاسبوع، سبت وتلات، من 5 لـ6. بالنسبة للملازم، انت عارف انا كنت بدي عدد محدود، دلوقتي مش هقدر اطبع ملازم لان العدد هيبقى كتير قوي. بقولك ايه، انت سيب موضوع الملازم ده على السنتر، احنا هنضيف 10 جنيه على كل حصة. 10 جنيه؟ مش كتير يا عزيز. ما تشغلش بالك انت بالكلام ده، ده شغلي. قولي بس، المهم هتاخد كم من كل طالب على الحصة؟ ايه يا عزيز، فانا قلتلك باخد 50 جنيه في الحصة. اوكي، يبقى هنقول ان الحصة ب80 جنيه. 80 جنيه؟ 80 جنيه ازاي يا عزيز؟ جرى ايه يا مستر رمزي؟ انت ناسي ان السنتر ده له تكاليف ومصاريف، دعاية واشراف وملازم وكهرباء. انت ما عليك، انت تاخد ال50 جنيه بتاعتك وسيب الباقي عليا. النهاردة هنتكلم عن حاجتين، كلوريد الصوديوم الاصحالي وكربونات الكالسيوم. كلوريد الصوديوم اي بيتكون من ذرة كلور وذرة صوديوم. بيتكون من ايه يا لسه؟ اتفضلي استريحي. طب كربونات الكالسيوم بيتكون من ايه؟ من ذرة كربون وذرة كالسيوم وثلاث ذرات اكسجين. اتفضل وذاكر يا اخي. اوكي، اتفقنا؟ حد فاهم حاجه؟ الو، ايوه يا مستر رمزي، انت فينك؟ ما تيجي يا عم، يلا تعالى. شفت نصيحتي ليك؟ فلوسك موجوده اهي يا عم. وايه؟ وفلوس مش اي فلوس، فلوس تقيلة. تعالى بقى بسرعة عشان تاخد نصيبك.